التعليم بالتأكيد ركيزة أساس في بناء المجتمعات وباستقراء الأمم القديمة والحديثة. تجد أن ارتقاء المجتمعات في كل نواحي الحياة مرتبط بالتعليم، فالتعليم هو المفتاح الذي يحصل به الرقي. لكن سنأتي ونتحدث عن ماهية التعليم، ما المراد بالتعليم الذي هو مفتاح الارتقاء. لكن من حيث الأساس لا شك أن التعليم هو اللبنة الأساس التي تبنى عليها كل الإنجازات البشرية.